استعاد الزمالك توازنه بالفوز على الاتحاد السكندري بهدفين لهدف في المباراة التي جمعت بينهما على ملعب برج العرب بالاسكندرية، والمؤجلة من الجولة 33 بالدوري الممتاز. سجل ثنائية الزمالك كل من مصطفى فتحي وباسم مرسي من ضربة جزاء، بينما أحرز هدف الاتحاد الوحيد لاعبه محمد عبد المجيد. بهذه النتيجة يرفع الزمالك رصيده إلى 66 نقطة، ضامنا المركز الثالث، ليحسم مشاركته الإفريقية الموسم المقبل ببطولة الكونفدرالية أو دوري أبطال إفريقيا حال فوزه بالنسخة الجارية منها، بينما يتجمد رصيد الاتحاد السكندري عند 44 نقطة في المركز الثامن.